نذهب إلى الجنادرية ونتابع مع تقرير يلقي الضوء على مشاركة كبار السن في مهرجان الجنادرية والتفاصيل مع فهد الوائلي. دارت ورح السنين وتطور الزمن وتعتقت الذكريات في خيال كبار السن، وأصبحت الجنادرية المعول الأول الذي يذكرهم بتلك الذكريات. منهم من يتمنى أن تعود تلك الحياة البسيطة، ومنهم من أظهر فرحته بذهاب تلك السنين دون عودة. حياتنا القديمة كانت متعبة، والحين لله الحمد كل شيء متوفر لنا وكل شيء لله الحمد يعني زين، وهذا أحسن من قبل. ماضي سلامتي يروح يا أخوك. لا والله الحين بخير وبنعمة وكل شيء متوفر لنا، والله يطول عمر جلالة الملك خلينا ولي عهده. لا ذاك الزمان أحسن طال عمرك، القلوب متصافية والناس متصافية مع بعض، ما هو بزي ذا الحين. الحين ما حد ناظر بك. أيام حقيقة كانت أفضل من اليوم يعني بكثير. أول ما كانت لا كهرب موجود ولا تلفزيون ولا كانت المواصلات ذي، وأول كنا بدو أهل بيوت شعر وأهل حلال وأهل غنم وأهل البل. نعم من العمر ودنا أن الزمان ذاك يرجع، لكن ما يرجع، ما فات فات زي ما يقولوا، ما فات فات. وكنا ذاك الوقت يعني حياتنا مبسطة يعني زي ما تقول. الآن في خير ونعمة وراغد عيش وراغد وأمن وأمان وكل شيء، لكن من الأول كانت الأنفس طيبة ومبسطة والحياة بسيطة والناس حول بعضهم، ما هذا فوق وهذا أسفل وهذا يعني كل الناس قريبين من بعض. لا والله جيدة جدا يعني لما تذكرها تذكرها يعني صحيح تأديك للحزن والذكرى القديمة الوالدين وغيرهم، لكن الآن يعني طبعا لما تشوف تذكر أيامك القديمة الكويسة اللي عايشين في صفا. كانت وما زالت الجنادرية وستظل الرابط القوي الذي يربطنا بماضينا، ولعل نظراتي وذكريات كبار السن حين يتحدثون عنها دليل على الإرث الذي أخذ منهم سنوات عمرهم، ويروون قصصهم وألمهم لأبنائهم وأحفادهم. لبرنامج يا هلا، فهد الوايدي، الجنادرية.